بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية لجميع الأخوات والإخوان الإعلاميين للباو الدعوة. كنشكر جميع أعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني الحاضرين معنا، وأيضا أشكر كل البرلمانيين وكل أعضاء المكتب السياسي المساندين لترشيحي للأمانة العامة كأمين عام لحزب الحركة الشعبية مستقبلا. أولا أعرفكم بشخصي المتواضع إدريس الزويني. بالنسبة للمسار الجامعي، عندي إجازتين، إجازة في علم الاجتماع وأيضا إجازة في القانون الخاص، كذلك ماستر في القانون والممارسة القضائية، كذلك عندي سنة ثانية في سلك الدكتوراه، يعني تخصص القانون والعلوم السياسية. بالنسبة للمسار السياسي، أنا بديت في الحركة الشعبية في بداية الألفينات. كنت في 2008 من مؤسسي ديال الشبيبة الحركية. في 2008 كنت مقرر بالمكتب التنفيذي، أيضا في 2013 منسقا إقليميا لإقليم سيدي سليمان، كذلك كنت نائب رئيس الجهة لجهة الرباط صلاح القنيطرة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، أيضا كنت نائب الأول للجماعة الترابية جماعة سيدي يحيى الغرب، وكذلك كنت نائب في مجموعة الجماعات بإقليم سيدي سليمان. بعدها عضو بالمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، والآن رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي يحيى الغرب. أنا اليوم حزب الحركة الشعبية اللي هو الحزب ديالنا كيعقد المؤتمر ديالو يعني في سياق وطني ودولي يفرض مقاربة مختلفة. هذه المقاربة المختلفة والخاصة، خاصة أن الحزب ديالنا اليوم راه في المعارضة. جلالة الملك نصره الله في خطبه الأخيرة يؤكد على ضرورة فرز نخب جديدة قادرة على رفع تحديات المغرب الجديدة. اللي بغيت نوضح هو أنه يمكن الحزب في المعارضة أنه يقدم نموذج في الديمقراطية الداخلية من خلال تمكين الشباب دياله من المساهمة في تحقيق التراكم السياسي القادر على الدفع بتجديد النخب. اليوم المناضل الحركي يتطلع إلى قيادة متجددة تعطي الدليل على استيعاب مكونات الحزب لتوجهات جلالة الملك نصره الله. في هذا السياق، تقديم أحد أعضاء المكتب السياسي يذهب عكس هذا التوجه. استبعاد ملكي من المسؤولية الحكومية، وأيضا الكل يعلم بمجموعة من الأمور لا داعي لذكرها، وأحترم قوانين المنافسة. أيضا هذا الإصرار على المعاندة ديال القيم الأصيلة ديال الحزب ديالنا اللي هو حزب الحركة الشعبية تضحت كذلك من قبل القائمين على تحضير المؤتمر. وكيف ما كيعرف الجميع هو أنه منذ أن قدمت ترشيح ديالي داخل الآجال القانونية كان هناك خطأ مادي تداركته داخل الآجال. صبيحة اليوم الموالي فجيت الأمانة العامة ما بغاوش يشدوا عندي لو دوسي، اضطريت أنني نمشي نجيب مفوضة قضائية وخديت الترشيح ديالي عن طريق مفوضة قضائية. هذا الترشيح هل مفوض القضائي؟ هذا رفض ديال هذا طلب الترشيح كان من أجل المضايقة ديالي باش يكون فقط مرشح وحيد. الحركة الشعبية ما ولداتش واحد فقط، الحركة الشعبية حزب عريق عنده 60 عام، كان على الأقل يكونوا 5 أو 6 ديال المترشحين. اليوم كنشوفوا فقط مرشحين.
يعني بالإضافة أنني كنت طلبت واحد المجموعة ديال الوثائق عن طريق المفوض القضائي كذلك، ها الوثائق كاملة اللي طلبت ما توصلت ولو بوثيقة واحدة إلى حدود اليوم، إلى حدود ساعة. طلبت اللوائح الإقليمية للمؤتمرين والمؤتمرات بما فيها اللائحة المقترحة من طرف السيد الأمين العام، تتضمن الاسم، رقم البطاقة الوطنية، رقم الهاتف والإقليم والعنوان، لم أتوصل بها. توفير لوجيستيك الضروري للقيام بالحملة الانتخابية للموارد البشرية داخل الإدارة ضمانا لتكافؤ الفرص، ما توصلتش. أيضا لم توفر لي القاعة يوم الأربعاء لعقد ندوة صحفية داخل المقر، وأيضا لم أتوصل لحدود ساعة بعنوان يعني توزيع مقرات الإقامة للمؤتمرين. وأيضا كيفاش اليوم حزب الحركة الشعبية وأنا عضو مكتب سياسي بها صادقنا على المقرر التنظيمي وطالبت بالمقرر التنظيمي المصادق عليه من طرف اللجنة التحضيرية ولم أتوصل به كذلك؟ هذا كله مدون. إذا كان الحرص على توفير الضمانات القانونية لإجراء مؤتمر شفاف وديمقراطي كان من بين أهم ديال الانشغالات ديالي، لأن كان بالأحرى أنني ندير مجموعة الأمور الأخرى، مشيت فقط للقضاء. كنشكر القضاء من هذا المنبر، رئيس المحكمة الابتدائية قضى باسم جلالة الملك أنني يكون عندي أعوان قضائيين داخل المؤتمر باش يسجلوا، مفوضين قضائيين باش يسجلوا جميع الخروقات اللي غادي تكون داخل المؤتمر. عدم التمكين بهذه اللوائح وعدم هذا الشيء كامل، هذا الشيء كله عنده مسائل قانونية وسأسلك المساطر القانونية الجادة. المؤتمر هو فرصة لتفعيل الهياكل الحزبية ومنحها الروح اللي غتمكنها من ضمان إعادة ديال تجذور الحزب في المجتمع المغربي. تقوية الروح الاقتراعية والابتكار في الأفكار والمشاريع القادرة على مساعدة المواطنات والمواطنين على تجاوز الآثار السياسية، آثار سياسية سياسات الحكومية، وتقديم حزب الحركة الشعبية كحزب قادر على تقديم البدائل والحلول وليس فقط التنابز مع الحكومة ورئيس الحكومة في جلسات الأسئلة واصطناع البطولة الوهمية. الإخوان، ترشح ديالي بناء على بطلب من واحد العدد ديال المناضلين والمناضلات. أنا اليوم اللي غادي نقول هو أن لا أطلب شيئا، كنطلب غير التنافس الشريف وصناديق الاقتراع. أنا ذاك مرحبا، أي واحد نجح مرحبا، لكن باش يتم التضييق عليا وما ناخذش اللوائح وما يكونش تنافس شريف، اللي غادي نقول لكم انهم باغيين يديروا تسونامي ديال التزوير داخل المؤتمر، وحنا غادي تنطلب من الساده الاعلاميين انهم يحضروا بكثافه المؤتمر، ان يكونوا دي لايف هكذا، وغادي تشوفوا انذاك فعلا قواعد ديال الصندوق وشنو غادي تعطي. هاد الناس كتخاف من الصندوق. بالنسبه للخطوط العريضه لبرنامج العمل حاله انتخابي امينا عاما لحزب الحركه الشعبيه، اولا الاعتماد على المقاربه التشاركيه في تدبير شؤون الحزب على مستوى جميع الهياكل. ثانيا تفعيل مضامين مشروع النظام الأساسي بعد المصادقة عليه من طرف المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بهيكلة الحزب على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي. ثالثا هو العمل على فتح حوار داخلي مع الفعاليات الحركية والمناضلين الذين غادروا الحزب في ظروف
يعرفها الجميع. أي إطار حزبي يتم التضييق عنه وتهجيره؟ راه الحركة الشعبية دائما كانت في الحكومة، فين هما الوزراء ديالنا السابقين؟ فين هما الكوادر اللي كاينين؟ رابعا، منح مكانة لائقة للأطر والانفتاح على جميع الكفاءات الحركية لتثمين مؤهلاتها والانخراط في إشعاع الحزب وتأطير مناضليه. خامسا، التنسيق مع مختلف المنظمات الموازية للحزب وروابطه المهنية محليا إقليميا وجهويا. سادسا، عقد اجتماعات دورية مع المنتخبين للإنصات لهموم ومشاكل المواطنين. سابعا، الاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفتح المجال للاستقطاب وتوفير مناخ سليم للاشتغال داخل الحركة الشعبية، عوض الاعتماد على الدقائق الأخيرة لمنح التزكيات وفق مقاربة تعتمد على الاستحقاق والشفافية والنزاهة. ثامنا، إعادة النظر في الهيكل الإدارية للحزب تستقيم مع الأجهزة الحزبية المختصة حتى تستجيب لتطلعات الحركيين والحركيات. تاسعا، هو العمل على فتح المكاتب الإقليمية باعتبارها صلة وصل مع المركز وإشعاع الحزب إقليميا لتطلعات الحركيين والحركيات. تاسعا، هو العمل على فتح المكاتب الإقليمية باعتبار عاشرا، هو جعل الإعلام الحزبي واجهة رئيسية للتواصل مع مختلف الأقاليم والجهات واعتماد التكنولوجيا الحديثة في هذا الشأن. هذا فقط خطوط عريضة لبرنامج العمل، لا يسعني أنني نزيد نتكلف فيهم كثير. الآن كنشكر جميع الإخوان الحاضرين معنا.